يعطيك العافية طال عمرك. أبو عمرك طال عمرك، تفضل يا نواف. الله يسعدكم ويجعل والديكم كلكم في الجنة إن شاء الله. اللهم آمين وياك وكل من يشوفنا يسمعنا. لو ما عليك أمر بس بغيت القلاب لا أنت. وياك طال. تفضل قول أسئلتك. القلاب طال عمرك لو يجيك للأمانة عرض من نادي الهلال السعودي هل توافق عليه أو ما توافق عليه؟ طيب شنو السؤال الثاني؟ والثاني من تشجع في الدوري السعودي؟ طيب بعد عندك سؤال مرة واحدة عشان ناخذ أسئلتك كاملة. أبشر طال عمرك. والثالث تتوقع الدوري هالموسم وشنو تتوقعك في الهلال في أبطال آسيا؟ هل هو إن شاء الله مرشح كبير؟ واضح أنك هلالي، نقول لك هارد لك هارد لك خسارة الديربي أمس. الديربي أنا أقول إنجاز هذا واعتبره بطولة للنصر ذا الموسم. هذه كلها من المركز الثامن ثمر المركز الخامس، هذه بطولتهم للأمانة. طيب وأنا أقول اسمعني البطولة للأستاذ سعد عطية ويمثل نفسه يوم يقول كلنا وراوة، هذه يمثل نفسه عبد العزيز زميلنا عبد العزيز. أنا هي وجهة نظر، أنا بالنسبة لي أقولها لك وأقولها لكل الهلاليين، أنا بالنسبة لي كنا الهلال مع أي ممثل عربي خليجي لما يكون في كل يعني يشوفها من منظوره، أنا بالنسبة لي كنا الهلال يعني رغم أن أنا ماني مشجع الهلال لكن راح نشجع الهلال ضد أوراوا ونتمنى من كل قلبي وأتوقع كثيرين يتفق معي أن الهلال يحقق البطولة الآسيوية. شكرا لك حميد.